عشان نعرف وش مناسبتها. هذه طال عمرك آخر قصيدة، أنت قلت تبي الأخير ولا تبي الأقرب لي؟ الأقرب لقلبك، ونبي نسمع الأخير. أعطنا الموجود الآن، وش الموجود؟ اللي موجود طال عمرك هذه شالها طال عمرك خالد البريك، زواج في الكويت لابن عم اللي طال عمرك، أقول فيها أسلم. من قال سالم؟ لا والله هل استوى جو الشعر واستويت وقامت هجوس القصيدة ترف جنحانها، يا هاجسي والنوادر هاتها بيت بيت وانا اجزال الفرايد ماسك اعنانها، شاعر ومن دون ربعي فاللزوم اعتزيت، فالساعة هل يجي للخيل فرسانها من دونهم فالمواقف والحماية حميت، بالكلمة اللي تثبت فوق نيشانها سلام من دار اخو نوره لدار الكويت، تسليم تنتشمل الدولة وسكانها سلام، يلي لهم بالطيب سمعه وصيت العزوة اللي سنام المجد عنوانها، تنصى مطير العظيمة والوفا كم بليت، واللي حضر للحفل من ساير أوطانها، وخص حماد أبو جراح يا ما هقيت، والقاه ورا الهقاوي ما هو وزانها، يقول أنا للقبيلة دونهم ما حييت، مجالسة فاتحة ما صك بيبانها، حماد بن قرناس يلي بنيت صروح طيب ثبت فوق سيسانها، لأنك من اللي خذوا فعل الفخر واكتفيت، وانت من رموز عزوتنا وعمدانها، إلى آخر القصيدة. هي طويلة شوي. صح لسانك. صح بذنك، هذه آخر العمل. ولكن حنا أول شيء قصيدة جزلة ويستاهل. اي والله يستاهلوا. اي نعم، ولكن نبي القصيدة اللي قريبة القلب مسير القاضي. اللي قريبة أقول فيها. ايه اسلم. يا رفيقي والله إنا نحنك من غلاك، لو ما شفنا تجاه قبل ولا غلا، كل ما مديت يمناي وادور رضاك، شفت في وجهك تعابير لا رحب وهلا، إلى آخر القصيدة. طيب صح صوتك، اجلس يا بابا اجلس. طيب انت بديت القصيد قبل 9 سنوات. حلو. ابي تذكر اول قصيده كتبها مسير القاضي، اذا تذكرها نبي نسمعها. اول قصيده اذكرها، اول قصيده كتبتها بتذكرها، هي على بالي مره. بسم الله الرحمن الرحيم. هي أول قصيدة كتبتها، أول بيتين أو ثلاثة بيات أقول فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بتذكرها، بس نبي نرجع لها، بنجيب مولات ونرجع لها. طيب أنا ودي أسألك سؤال. سم